يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين والمسؤولين العراقيين. ويبحث فيدان في العراق العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. محمد، ما هي أبرز الملفات التي يحملها وزير الخارجية التركي إلى بغداد، خاصة مع كثرتها وخاصة مع علامات استفهام في ما يتعلق ببعضها؟ نعم، ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، هذه العناوين الثلاث يحملها معه وزير الخارجية التركي في زيارته إلى العراق، وهي زيارة تستمر يومين. اليوم يغادر باتجاه العراق وتبدأ محادثاته غدا مع المسؤولين العراقيين، أولا في بغداد ومن ثم مع المسؤولين في أربيل. هذه الملفات كلها لو تحدثنا عن الشق السياسي منها، هي تمهد لزيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قيل إنها في سبتمبر أيلول المقبل من دون تحديد موعد زمني لها حتى الآن. ومن الممكن أن يتم تحديد هذا الموعد الدقيق لتلك الزيارة بعد مهمة وزير الخارجية التركي في بغداد. أيضا من ضمن الملفات هي ملفات أمنية تتعلق بالعمليات العسكرية التركية في شمالي العراق وملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، والتعامل الأمني بين كل من أنقرة وبغداد وحكومة أربيل في هذا الصدد. لا سيما لاحظنا تصاعدا للعمليات العسكرية التركية في شمالي العراق في الأسابيع الأخيرة، وكان هناك تساؤلات عن لماذا ثمة صمت من قبل المسؤولين العراقيين إزاء هذه العمليات، قيل إنها تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين كل من تركيا والعراق، إضافة إلى ملفات تتعلق بالتجارة وحصص العراق من المياه وما إلى ذلك من هذه الملفات المهمة. شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي.